استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة 14,250 حاجا مصريا لتقديم الخدمات العلاجية لهم، بينما تم احتجاز 54 حالة بالمستشفيات السعودية. هذا وتفقد الدكتور عمرو الرشيد رئيس البعثة الطبية المصرية وأعضاء البعثة مستشفيات مكة المكرمة للاطمئنان على حالة الحجاج المحتجزين بها. بهدف الاطمئنان والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم للحجاج المصريين بالمستشفيات السعودية، قام وفد البعثة الطبية المصرية برئاسة رئيس البعثة بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات بمكة المكرمة ولقاء المسؤولين السعوديين بتلك المستشفيات للتنسيق ووضع خطط العلاج والاطمئنان على الوضع الصحي لدى الحجاج. كما تضمنت الجولة المرور على المرضى من الحجاج المصريين المحتجزين بغرفهم بتلك المستشفيات لدعمهم نفسيا والوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة لهم. ما تقلقش، الأمور هتبقى كويسة وإن شاء الله تكون موجود معنا في عرفات بإذن الله. إن شاء الله يا حاج. ألف سلامة عليك، شفاك الله وعافاك، ألف سلامة. تؤمر بأي حاجة؟ ألف سلامة يا حاج. كل الناس دي جاية تطمن عليك. الله يحفظهم يا رب ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك. إن شاء الله ما يكونش في أي تقصير حصل معاك مننا خالص. كل خير والله. ألف سلامة عليك. الحمد لله رب العالمين. ايه رايك في الخدمه يا حاج بقى؟ المستشفى هنا عامله الواجب وزياده الحقيقه. الخدمه ما شاء الله، يعني ربنا يبارك ان شاء الله. ربنا يعزك. الحمد لله المرضى المصريين بكل خير في ايد امينه، يتم العلاج ويتم التشخيص بسرعه وبيسر، كل الخدمات مقدمه موفاه. وشعار خدمة الحجيج شرف لنا ده مش شعار، يعني ده واقع موجود ولمسناه في كل خطوة خطيناها في هذه المستشفى. كل الحجاج بصحة جيدة، بيتم عمل الإجراءات الصحية ليهم، التشخيص تم على أكمل وجه، العلاج يسير بصورة جيدة جدا. زملائنا في المستشفى مش مقصرين، يعني شكرا للدعم والمساندة. كما حرصت البعثة الطبية المصرية على التنسيق في كيفية تفويج المرضى من الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات لمشعر عرفات لتمكينهم من أداء الفريضة من خلال الحملات والقوافل الطبية التي تقوم بها تلك المستشفيات بالتنسيق مع البعثات الطبية والهلال الأحمر السعودي. الفكرة الرئيسية هي تجهيز الحاج لأنه يكون ريدي بإذن الله أنه قبل يوم 9 يكون ديسشارج وأكمل كل الخطة العلاجية والخدمة العلاجية اللي نحن هنقدم له هي، والحجاج اللي لم نستطع انه نحن نرسلهم مع للبعثات في قافله متكامله، قافله للحج، القافله هذه حتكون قافله مجهزه، حتكون باسعافات وحتكون بسيارات للحجاج سواء الماشي او الحاج اللي يكون على سرير او على كرسي متحرك، وننقله الى مشاعر عرفه ويتم حجه بأكمل صورة بحول الله تعالى. وفي احتفالية أعدتها وزارة الصحة السعودية، تم اختيار مصر لإلقاء كلمة وفود البعثات الطبية للدول الإسلامية وتكريم تلك البعثات لدورهم المهم في توفير الخدمة العلاجية الملائمة لضيوف الرحمن. تقدم المملكة العربية السعودية خدمات صحية استثنائية تجسد التزام المملكة براسخ بتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وضمان راحتهم وأمانهم وأمنهم الصحي خلال رحلاتهم الروحية، وتمثل نموذجا يقتدى به للعالم الإسلامي. خدمات تشخيصية وعلاجية تقدم على مدار الساعة من قبل السلطات السعودية والبعثة الطبية المصرية، فالكل في صراع مع الزمن لتهيئة الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن، فالكل يعمل تحت شعار خدمة الحقيق شرف لنا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.